خويا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. جالس في الدار كنسمع الصداع في الزنقه، خرج اللي خرجت درت في الدار ديال الشوكه هذه ديالنا، كنلقى الموبل كيطرطق. نشوف واحد الانسان من السكن خرج وكيقول له الحانوت كيطرطق الدار. هو هذاك حاد العهد، ما عرفتش الناس واش كانوا خرجوا ولا خرجت من الدار. خرجت هكا سمعت شويه ديال الصداع، خرجت للزنقه درت للريشه، كنطلع هكا من الدرب نصيب واحد الساكه، واحد الراجل ساكن في الدار تما خرج، وكنقول كنسمعو كيقول يلا هربوا 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 الدار. هو هذا نسمعها نشوف انا شنو كاين، مازال ما تاكدش حتى نسمع بالدار قدامها كطرطق. وهو هذا الوقت اللي هبطت صافي، هبطت هي جرت الدار، ها هي فين هي حداها لاصقه، ها هي دار حداها كانت عندها ايطاج واحد، هيا هبطت عليها وقاصت هنا ثلاثة ديال الديور. هيا الدار الاخر دابا، هذه الدار اللي على قودنا هيا حتى هي مهدة غادي تطيح. إلا ما شافوا لهاش الحل، إما يريبوها إما غيصلحوها إما شو شنو غيديروا لها، حتى هي غطيح على هذا الموبل هذا. ودرفنا داك كاين شي ضحايا لداخل تحت الأنقاض. نظري الضحايا لداخل أخويا الله أعلم، ما عرفش الناس واش كانوا حسوا بها قبل وخرجوا. مازال ما تاكدش لان الفتنه وشويه ديال الصداع وشويه ديال مازال شي واحد الراجل كبير شويه تما، لان كانوا الناس كبارين، كاين اللي مازال ما استطاعش يقدر يهرب، يمكن بقاو مازال الناس تما. دابا هاد الدار هادي اللي حدانا هنا حتى هي هي مدعدعه، هي مايله، يعني لا ما شافوش الحل ديالها، اما يريبوها غادي تطيح على هذا الموبل هذا. والدار يعني ساكن فيها تقريبا اكثر من الناس بزاف بزاف بزاف، اربعه ديال الطبقات، خمسه ليطاج والقرصونيه ومقسومه، طالعه على ثلاثه. خرجت هاي قاصت ثلاثه ديال الديور، وهاد الدار هذه اللي على قدنا هي مهده. دابا حنا خاويين ما قدرناش نجلسوا، والاناره ما كايناش في الزنقه، ما عرفنا شنو كاين، مازال حنا غادي نشوفوا شنو كاين تما، واش كاين الناس بزاف ولا خرجوا جوج ديال الناس. راه طلعوا جوج الناس. نعم الله يجازيك بخير.